بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، انا ابراهيم، كنشكر قناه افاده على هذا المسانده ديالنا. افاده، الخبر بالمختصر المفيد. اولا وقبل كل شيء كنطالبوا من هاد الناس هادو، حل الوحيد هو الضوء والماء اللي حنا محرومين منه. هاد الناس هادو دقينا جميع البيبان، حتى واحد ما كيجاوبنا، اللي هضرنا معاه كيقول لي سيروا الرباط، سيروا الرباط. بغينا نعرفوا الا كان هاد الوكالات وهاد المؤسسات والمنتخبين ديالنا ما غيسندوناش، نمشيو للرباط نعرفوا راسنا مع من. لحد الساعه لا ماء لا ضوء لا حاله يرثى لها. 11 اليوم انقطاع الضوء والكهرباء، هذه راه لا يعقل. وعندنا وليداتنا قادمين على الانتخابات، على امتحانات. تصور الدري كيحفظ على الشمعة، اللهم ان هذا منكر. واش باقي بنادم كيحفظ على الشمعة؟ عباد الله، واش كاين شي مسؤول في 2022؟ وعندنا لي كونتور ديالنا، عندنا الوثائق ديالنا، عندنا الحجاج، حنا كنخلصوا المسائل ديالنا. وقطعنا الضوء، بغينا نعرفوا الاسباب. حتى واحد ما بغى يعطينا سبب مقنع، حتى واحد كلشي كيتهرب من المسؤوليه، حتى واحد ما بغى يتحمل المسؤوليه. بغينا نعرفوا علاش ما قادر، اللي ما قادرش على المسؤوليه ينسحب، اللي ما قادرش يمثل الامه ينسحب. الا كيساهمنا شي حاجه نخلصوا. هاد الناس كيساهموا في التهميش، كيساهموا في الفقر، كيساهموا في الكريساج، كيساهموا في البطاله. اللهم ان هذا ملك، حسبي الله ونعم الوكيل. وجينا دابا، راه جينا للوكاله ديال الرضال اللي هضرنا معاه كيقول لك سيروا الرباط، ما كاينش يهضر معنا. جينا للبشويه، القائد سعاده القائد كيقول لك انا ما عندي ما ندير لكم. جينا للجامعه الحضاريه ديالنا اللي هي جامعه ابي القناديل، لقينا نائب المستشار بدون جدوى، ما عطاناش جواب مقنع، ما دار معنا شي حل، كيقول لك سيروا سدوا الوكاله. هذا راه لا يعقل. باش تحرني انا نمشي ندير فوضى؟ انا كنعرف القانون وكنعرف حقي، انا كنخلص الواجبات ديالي كمواطن. بغيت حقي في الضوء وبالماء، بغيت ولادي يقراو امتحانات. انا ما يمكنش ليا كنخلص ونضيع، انا كنضيع نهارات، شكون يخلصهم ليا؟ الويفي كنخلصو ما كنستافدوش منه، عندنا الفواتير ديالنا كنخلصوهم ما كنستافدوش. علاش؟ بغينا نعرفوا سبب واحد مقنع يقول لنا هاد الناس هادو علاش علاش نتحاوروا معاهم. ما كاينش اللي كيتحاور معنا، ما كاينش اللي كيتجاوب معنا، ما كاينش اللي كيهضر معنا، ما كاينش اللي متسوقنا كيحسبونا. واحد المنطقه مهمشه وحنا كنبعدوا على القصر 10 كيلومتر، اللهم ان هذا منكر. حي كيبعد على القصر ديال شارع بجلما ب 10 كيلومتر، لا يعقل. بدون ماء، بدون كهرباء، بدون مركز صحي. وواد الحرب ما عندناش، عندنا الحفاري. كنطالب من السلطه تعينوا طبيبه من الجامعه تطلع تشوف الدراري ديالنا فين كيعيشوا، يشوفوا الاطفال ديالنا فين كيعيشوا. وسط الزباله، وسط الناموس، حاله يرثى لها. ضعنا الثلاجات ديالنا، التلفازات ديالنا، في كل وعباد الله دار الوضوء، دار الوضوء ما عندناش فيه الماء، فين كنغسلوا الخبات ديالنا. اللهم ان هذا منكر، لا يوقف. هادشي كنرفضوه، 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 لان الناس اللي كيمثلونا بغينا نشوفوهم. ما قاديش على المسؤوليه نسحبوا، ديك الساعه نشوفوا حل اخر. وشكرا. السلام عليكم خويا، حنا كنطالبوا بالحقوق ديال الماء وديال الضوء وديال السكينه من اي ناحيه. الوليدات عندنا كيقراو في مدرسه، ما كاينش اللي مسوق لينا ولا اللي عارف عندنا امتحان. عارفين اخر العام وقت الامتحانات هادو، وليداتنا ما عرفوش يحفظوا تاع الشمع، كتحط لي الشمعه كيبدا يلعب بها. اش من 2022 وحنا كنعيشوا في الظلمه، كنعيشوا بلا ما، كنعيشوا في واحد العيشه ما غيتقبلها شي واحد. واش كاين شي واحد كينوض وما كيلقاش الماء في دارو غير باش بنادم يتوضا ويتاج الله سبحانه وتعالى؟ هو باش ما كايناش. اش من حاله باش بنادم يشوف فينا برحمه الله؟ المسؤولين ما كاينينش. شي مسؤول اللي خرج عندنا دابا وواجهنا وعطانا شي كلمه اخرى باش نمشيو لديورنا ما كاينش. دزنا للرضال، جينا عند القايد سعاده القايد، استقبلنا نهار الجمعه قالنا شغل رضال، سيروا عند رضال وديوا الاوراق ديالكم. مشينا للرضال، دينا الاوراق ديالنا باش مخلصين حتى شهر ما دايز عند بنادم. ملي وصلنا للرضال قال لك سيروا الجماعه عند رئيس الجماعه. ملي جينا لرئيس الجماعه، هاد السيد هما الرئيس الزمزامي ما كاينش. وجهه ما وراهش لينا هاد السيد اللي كان كيدق على عباد الله وكيسعاهم، ولا مخبي على عباد الله. عاش الملك. واش حنا في 2022 وباقيين كنتخباو على بعضياتنا؟ كنتخباو على شي حاجه اللي في حقنا خاصنا ناخذوها حنا وليداتنا؟ حنا مضرورين اخويا بزاف، مضرورين، مضرورين. واحد الضرر ما كاينش، ما كيتقبلوا لا ربي ولا عبده. حنا دابا رئيس الجماعه هو اللي خصو يجي يدق علينا كما دق علينا النهار الاول، دق على عباد الله النهار الاول، يبقى مواجههم. فينا هو رئيس الجماعه؟
فين هي الدول ما كاينش، يجلس هو في دارو بلا ضو بلا ما، واش غادي يحس؟ يشوف ولده عنده امتحان ولا بنته، الناس هربوا ولادهم داهم كيقراو في سلا، كيحفظوا في سلا على الضو، وحنا ما كاينش عندنا. بشحال حنا باش مفوتين على الرباط، بشحال باش مفوتين على البرنامج وعلى القصر، شحال بيناتنا. ولكن حنا اليوم كنطالبوا الحقوق ديالنا من جلالات الملك محمد السادس. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. حنا كنطالبوا بالحق ديالنا. عاش الملك. وكنشكركم اخويا من هذا المنبر، هادشي وصل للمسؤولين كاملين، وصل للجهات كاملين، يوصل للوزاره، يوصل للعمال، يوصل للقياده، يوصل لاي حاجه، الكبير والصغير. حنا كنا ولاد 9 شهور، حنا كنا خلقنا ربي من سنه حتى من شي حاجه، علاش العبد يحيد لينا هادشي؟ علاش؟ حنا عند سيدي ربي بحال بحال. حنا كنطالبوا المسؤولين من الوزير للبرنامج للقياده للجماعه، المقدم هو الاخر يبان لينا ويقول لنا شنو كاين. السلام عليكم، وكنشكركم من هذا المنبر، وشكرا شكرا 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 شكرا. السلام عليكم خويا، هاد السكينه هادي راه واكلاها، واكلي العصا من المزيان، لا ما لا ضو. رجعنا لواحد الحاله راه لا يرسلها، راه رجعنا لواحد الحاله اللي ولينا نضوي الشمع حتى الشمع ما لقيناش، راه واحد الحاله راه ما كايناش. وليداتنا ولاو لا قرايه لا حتى شي حاجه. الحليه قطعتك بزاف، غير السؤال مطروح، واش نتوما عاد باغي تدخلوا الماء ولا كان عندكم الماء وتهضوا؟ عندنا الماء وقطعوا عليهم الضوء، عندنا الماء وقطعوا عليهم الضوء والماء، كاين الماء اللي دايبين ديال الجماعه وقطعوا علينا حتى الماء، دابا راه ما لقيناش، راه واحد الحاله راه ما نقولش لك، رجعنا للسقايه عاد ولا كنسقيو الماء. وهاد الناس هنا جينا هنا ما دار معنا حتى شي واحد الحل، مشينا للريدار حتى شي واحد ما دار معنا الحل. ورا حنايا حنا جالسين هنا حتى شي واحد ما تسوق لينا، واحد الحاله راه ما نقولش لك. تطلع الريدار حتى شي واحد ما دار معنا الحل. ما بغيناش نديروا شي حاجه اللي نخالفوا فيها القانون، حنا جينا لعند هاد الناس هادو هما اللي غادي القانون راه هو باين. شنو رسالتكم؟ رسالتنا كنوصلوا بغينا الماء والضوء. صحاب الماء خلصوا كيديروا صافي، حنا راه ماشي في الجبال، الجبال راه عندهم الماء والضوء، راه كاين راه قرابين العاصمه، راه كاينين الناس دكالة عندهم لي كارت، كيديروا لي كارت وكيمشيو كيضويو، دخلوا لهم الروبينيه حتى للدار. حنا كاينين هنا وسط المدينه وسط العاصمه ومقهورين من الماء والضوء. السلام عليكم، من هذا المنبر كنحيي بعد هذه القناه الافاده اللي تحت لنا هذه الفرصه وواقفه من في جانبنا. انا من الساكنه ديال دويسليم بوقناد يحيي جعاونه. حنا كنعانيو من 15 يوم ديال انقطاع الكهرباء والماء، ما كنضويو غير بالشمع، ولادنا كيضويو غير بالشمع وعلى ابواب الامتحانات، وحنا راه عيينا بهذه الوقفه، صافي سخفنا، راه شكينا للريضان، جينا للجماعه الرئيس ما بغاش يجاوبنا، ما بغاش يخرج عندنا، ما كيبان غير في الانتخابات، عاد كيجي يطلع علينا، عاد كيجي يرغب الناس ويشري الناس باش ينتخبوا عليه، وفي المشاكل ديالنا ما كانش اللي كيحلها لنا. حنا هال الورق ديالنا ديال الضو، مخلصين القوانين ديالنا، ما كتبعنا حتى شي ريال معاهم، وقاطعين لنا الضو، علاش زعما هاد الاهانه؟ علاش هاد الاهانه؟ علاش؟ كيسالوا لنا شي حاجه يتحاسبوا معانا، عندناهم شي حساب معانا يقولوها لنا. وهذا الرئيس الجماعه راه ما مسوق لينا، ما مسوقش للجماعه ديالو، خصهم غير ما ينهبوا، خصهم غير ما يدخلوا لجيوبهم، هذا الشيء اللي عندهم، حاضرين غير المداخل ديالهم، ما المصالح ديال المواطن ما كايناش، حنا راه عينا بالوقوف. وشكرا لكم. إفادة، الخبر بالمختصر المفيد.